الآن نناقش المزيد مع ضيف من واشنطن. ينضم إلينا السيد آدم روزفلت، الباحث في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. أهلا بك سيد آدم معنا في ألوان الشرق وعلى شاشة الشرق الليلة. جددت روسيا إذن على لسان وزير دفاعها اليوم خلال منتدى شينغشان اتهام الغرب بمحاولة مد نطاق حرب أوكرانيا. كيف تنظر واشنطن لهذه الاتهامات بداية؟ أولا أريد القول شكرا لكم على استضافتي. فمن المؤكد أن الولايات المتحدة ليست قادرة ولا تهتم بالتورط في عدد كبير من النزاعات والصراعات المسلحة بما في ذلك الصراع بين أوكرانيا وروسيا بالإضافة إلى الصراعات التي تواجهنا اليوم وخاصة مع الصراع بين إسرائيل وقتا غزة بالإضافة إلى بعض الصراعات الأخرى. فنحن نتوقع أن الولايات المتحدة لن تتورط في مثل هذه الصراعات ولا تهتم في استمرار في التورط في عدد كثير من مثل هذه الصراعات. سيد آدم، العالم بما يشهده من تجاذبات نرى أنه على صفيح ساخن كما ذكرت هنالك توترات في قطاع غزة. كيف ترتب الولايات المتحدة أولوياتها في هذا السياق؟ هل تخضع لنظرية روسيا والصين بخلق عالم متعدد الأقطاب بعيداً عن الغرب؟ أنا قد أقول في هذا السياق إن الكونغرس الأمريكي كان ولا يزال يرتكز على عدد من المواضيع مثل إيران وروسيا والصين على أساس الالتزامات والواجبات الأمنية الاستراتيجية، فإن ذلك بمثابة المواضيع الأولوية. والآن نحن سوف نضيف إلى هذه القائمة عددا من الصراعات بما في ذلك مكافحة المنظمات الإرهابية مثل حركة حماس وحركة حزب الله بالإضافة إلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي. فلدينا الكثير من الأشغال وكل ذلك بمثابة الأولويات، ولكنه يجب الإشارة إلى أن كل ذلك سوف يرتكز على اضطراب نشاط المنظمة الإرهابية والمتطرفة بالإضافة إلى دعم أوكرانيا في إطار الصراع مع روسيا بالإضافة إلى وضع الحد لهذه الحرب التي تجري حاليا في قطاع غزة لكي يكون هناك استقرار. فهذا هي ترتيبية للأولويات بالنسبة لواشنطن حاليا. سيد آدم، أيضا منذ أيام شاهدنا انسحاب روسيا من معاهدة حظر استخدام الأسلحة النووية. هل ينذر ذلك بحصول تصعيد نووي محتمل ربما؟ أظن أن هذه الخطورة مرئية حاليا، أخذ بالحسبان أن روسيا قد اتخذت هذا القرار للانسحاب من هذه الاتفاقية. ولكنني أظن أيضا الرئيس فلاديمير بوتين أيضا يعتمد على المقاربة الاستراتيجية، وهو قد شاهد أن الولايات المتحدة اليوم تشتغل على الجبهات المختلفة والمتعددة، والدول الغربية تتورط في عدد كبير من النزاعات. ولكن روسيا أيضا تعتقد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تمثل خطرا أساسيا بالإضافة إلى القدرة على استخدام الحروب بالوكالات. أشكرك، أعذرني لضيق الوقت، نورتنا. كنت معنا السيد آدم روزفلت الباحث في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا لك.